الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا فنفوز فوزا عظيما. ماذا قطع مفراته حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية والله ما تملو لك الفرض يحسي مات يا وحق شبدك المنة ثلث مات يا املك بقلوبنا منصوب مات شرك يا ذبيح الغاضرين شرك يا ذبيح الغاضرين يا انصاب بقلبي مات
ختمك يا حسين. والله يا مصايا يا 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 بقلبي ما تمك يا حسين، ينصاب ضجرك من يوم الدمع ينصايا يا 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 بقلبي بدال قلبك ريت ينصايا ابو خد دون خدك علي الوطيه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام لما سأله ولده علي الأكبر سلام الله عليهم أجمعين لما يقاتلنا هؤلاء القوم، فقال عليه السلام إنهم قوم أكلوا السحت وأطاعوا الظالم، فجعلوا يرون الحق باطلا والباطل حقا. صدق إمامنا الحسين سلام الله عليه، ونحن على ذلك من الشاهدين. في موازين الأعمال أمور كثيرة جدا. القرآن الكريم والنصوص المباركة طرحت هذه الأشياء وبشكل مفصل أيضا. وفي الواقع لطالما القرآن طرح هذه الأمور والنص المعصوم، هذان الأمران ينبئان عن ضرورة بحث هذه الأمور في موازين الطاعات وموازين المعاصي، وإلا لا يمكن القرآن الكريم أو المعصومون سلام الله عليهم يطرحون شيئاً عبثياً أو لا حكمة فيه، وإنما طرحوه حتى نطلع إليه، طرحوه حتى ننتفع من مضمونه. القرآن الكريم يذكر من جملة موازين الأعمال أن الطاعة جعل لها الله حسنة بحسب الحسن الذاتي للطاعة، وجعل للتجرؤ على الله تعالى سيئة بحسب القبح الموجود في الجرأة على الله. هذه الحسنة هي أجر وثواب لهذه الطاعة، وكذلك السيئة هي تقييم لهذا العمل، وكلاهما يثبتان في كتاب فاعلهما. هاي وحدة ذكرها القرآن الكريم. الأمر الآخر الذي ذكره القرآن الكريم وصولاً إلى موضع الشاهد، الحسنة تمحو السيئة، وهناك سيئة تمحو الحسنة، وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه قاعدة عامة في كل الحسنات والسيئات، الحسنة تمحو السيئة، ولكن استثني من هذه القاعدة مسألة واحدة
لا ثانية لها، وهي حسنة حب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وسيئة بغض علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة استثنيت من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله صلى الله عليه وآله. وهذا الحديث يبدو أنه من الأحاديث التي اتفق على نقلها الفرقاء الإسلاميون، يعني العامة والخاصة يتفقون على صدور هذا النص منه صلى الله عليه وآله، وهذا بحسب التحقيق طبعاً. لما بحثت في المسألة وجدت هذا الحديث، هذا الحديث معروف، حديث معلوم، اللي هو عنه صلى الله عليه وآله: حب علي بن أبي طالب حسنة لا يضر معها سيئة. هذه الحسنة لا يمكن أن ترتفع بأية سيئة إطلاقاً، وبغض علي سيئة لا ينفع معها حسنة. بغض أمير المؤمنين سلام الله عليه سيئة، هذه السيئة يمكن أن ترتفع بالحسنة؟ كلا. حب علي بن أبي طالب كذلك حسنة، ولكن هذه الحسنة هل تتأثر بالسيئة؟ كذلك كلا. هذه طبعاً استثنيت من هذه القاعدة. لماذا؟ لأن هذا العمل، العمل الصالح، وهو ولاية النبي وأهل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام، المتمثلة في تولي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذه الحسنة هي من أفضل الأعمال. ولذلك ورد في الحديث الذي يتحدث عن بغض أهل البيت سلام الله عليهم: سيان صلى أم زنى، يصلي أو يزني هو على حد سواء. ليش؟ لأن شرط قبول الأعمال هو ولاية النبي وأهل بيت النبي سلام الله عليهم بشكلها الأتم، وإلا الإيمان بأمير المؤمنين دون الإيمان بالحسن والحسين هذه ولاية غير تامة. الإيمان بالحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام وإنكار الأئمة من بعدهم هذه ولاية غير تامة. الإيمان بجزء من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دون الباقي هذه ولاية غير تامة. علي بن حمزة البطائري كان من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه، وكان رجل نافذ، وكان رجل ذا اعتبار في غاية الاحترام عند الإمام الكاظم سلام الله عليه. ولكن لما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام جاء الإمام الرضا وطالبه بمفاتيح خزائن الإمام الكاظم عليهم الصلاة والسلام جميعاً. هذه الخزائن كان فيها مال كثير، وهذا المال كان حقاً منه لأهل البيت، ومنه حق للفقير واليتيم والجائع. كان الإمام الكاظم سلام الله عليه يعتني بهذه المسألة. علي بن حمزة البطائني لما رأى هذه الخزائن وإنها تحتوي على هذا المال الجم، أبى أن يسلم المفاتيح للإمام الرضا سلام الله عليه، وكفر بإمامة الإمام الرضا، وقال له: الإمام آخر إمام من أئمة أهل البيت والإمام الكاظم، وهو المنتظر المهدي، وهو لم يمت ولكن شبه لكم. وصار يشيع في الأفق هذه الأكذوبة وهذه البدعة، وصنع له جمهوراً وفرقة اللي يسموهم الواقفة. عموماً هذا لم يقدم توبة إلى الله سبحانه وتعالى،
وجحد إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه. راحت الأيام والليالي، توفي علي بن حمزة الإمام الرضا سلام الله عليه، كان جالساً بينما هو كذلك، إذ جاءه رجل قال: ابن رسول الله، لقد مات علي بن حمزة البطائني. فحمد الله الإمام وأثنى عليه، لأن علي بن حمزة البطائني أحدث خدشاً وخرشاً وفجوة في وحدة الصف الولائي، كان بحد ذاته فظاعة وجريمة كبيرة جداً بحق الجهد الذي بذله المعصوم سلام الله عليه. شتت الصف الولائي عموماً. لما دفن علي بن حمزة البطائني، التفت الإمام الرضا سلام الله عليه وقال: لقد حشى الله تعالى قبر علي بن حمزة البطائني نارا. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: لما نزل عليه الملكان سألاه عن ربه فأجاب، سألاه عن نبيه فأجاب، سألاه عن أئمته فأجاب، إلى أن وصل إلى والدي الإمام موسى بن جعفر ولجم لسانه، فقيل له: من الذي من بعده؟ الإمام المفترض الطاعة، فبهت ولم يندلع لسانه حتى يجيب، لأنه أنكر في حياته. فلما لم يجب، جعل الملكان بإذن الله تعالى قبره شعبة من شعب النيران، لأن ولايته لأهل البيت لم تك تامة. عموماً، إذن أرجع: الحسنة تذهب السيئة، إلا سيئة بغض علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا يمكن أن ترتفع ولا بأي حسنة إطلاقاً، لأن أفضل عمل يتقرب به إلى الله هو تولي النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا أفضل عمل صالح، وعمل قوي، وعمل كبير ما يعلم مقداره إلا الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فما ممكن أي سيئة بإمكانها أن ترفع هذه الحسنة لطالما هي موجودة. والموالي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ليس معنى ذلك في الكلام ترغيب إلى اقتراف المعصية بحجة ولايتهم عليهم الصلاة والسلام، كلامه ليس هكذا، وإلا المعصية يؤاخذ عليها الإنسان. ولكن هناك كلام ورد عن المعصومين سلام الله عليهم، وأن الموالي لهم لا يموت حتى يوفقه الله للتوبة. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: من مات على حبنا أهل البيت مات مؤمناً، من مات على حبنا أهل البيت مات تائباً، من مات على حبنا أهل البيت مات شهيداً، من مات على حبنا أهل البيت مات طاهراً. فهذه الفقرات اللي يذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه، تفسيرها بحسب كلام أصحاب أهل المعرفة، هذا يوفق للتوبة قبل أن يموت. ولذلك تلاحظ هناك أحاديث، أفرض اللي تتحدث عن زيارة المولى الإمام الحسين سلام الله عليه، من زار الحسين عليه الصلاة والسلام غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما؟ لا بأس بالصلاة على محمد. لأنه يوفق للتوبة، لأن هذا بين طيات ضلوعه وفي مستقر قلبه هناك عمل صالح، وهو ولاية النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذا عمل عظيم جداً. لا يمكن للسيئة بظلماتها وسوادها وقبحها أن تزلزل حسنة حب أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا المحب الحقيقي، المحب الصحيح،
الذي على الولاية مذ انتخبه الله تعالى لذلك. لاحظ، على كل حال هذا ليس مطبًا لكلامنا، لكن أرجع وأقول هذه تعتبر من جملة موازين الأعمال التي شرعها ووضعها وجعلها الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما يذكر في موازين الأعمال، ولعله هذه الفقرة تحدثنا عنها في ليلة من الليالي، وهو تجسمها، الطاعة التي يقترفها الإنسان يعملها ويمتثل بها يتقرب إلى الله، هذه الطاعة تتجسم له، هذه الطاعة لها روح، هذه الطاعة لها صورة، هذه الصورة مو صورة فوتوغرافية أو صورة مرسومة، لا لا، هذه صورة حقيقية اللي هي تنبئ عن روح العمل، وهذه الطاعة ستكون مع الإنسان في قبره، هذا قرينه، يكون في قبره ويساق إلى الآخرة مع هذه الطاعة. وكذلك المعصية أيضاً على هذا الحد، وذكرنا نصوص من القرآن وذكرت نصوص لهم سلام الله عليهم اللي تتحدث عن هذا. ومن جملة موازين الأعمال التي طرحها القرآن الكريم هي أن الأعمال طاعاتها ومعاصيها لها آثار ولها جزاءات. الطاعة لها أثر، اللي يسوي العمل الصالح صحيح الله سبحانه وتعالى يجعل الجزاء الحقيقي في الآخرة، بلى صح، لكن قبل الآخرة هناك آثار سنجي إلى ذكرها إن شاء الله. والمعصية أيضاً، المعصية الصحيح عقوبتها في العالم الآخر، المعصية اللي تصدر من الكافر اللي حياته في الواقع هي كلها معصية، لذلك جزاؤه في الآخرة هي جهنم، ولكن المعصية التي تصدر من المؤمن عقابها والحساب عليها في قبره قبل يوم القيامة، يوم القيامة جهنم. ونستجير بالله العلي العظيم، أعدها الله للكافرين والمشركين والمنافقين والمنكرين والجاحدين. أما اللي قلبه فيه التوحيد، اللي قلبه فيه العقيدة الصحيحة، فيه ولاية الله، فيه ولاية النبي، فيه ولاية أهل البيت عليهم السلام، هذا القلب إذا عصى الله تعالى بسلوك أو عمل جارحي، التفت إلى هذه المسألة لأنها في غاية الدقة في الواقع، هذه المعصية يؤاخذ عليها الإنسان في حساب وجزاء في قبره، ليأتي يوم القيامة وهذه السيئة قد عوقب عليها. عندنا مثلاً اللي ذكر في هذا الصدد ضغطة القبر، ضغطة القبر من الأمور اللي ذكرت في الأحاديث بشكل كثير، ضغطة القبر لا يفلت منها المؤمن إلا من اختاره الله لذلك فقط، لكن ضغطة القبر هي ليست عقاب من منطق بغض الله له، يعني لمن يعاقب بهذا، وإنما هي في الحقيقة آلية إذا صح التعبير بهذه الكلمة، الإنسان يؤاخذ من خلالها لكي يخرج ما في صدره وخلد نفسه من الأضغان. التفت لهذه المسألة، لا بد من الوقوف عندها. يقول النبي صلى الله عليه وآله ضغطة القبر كفارة للمؤمن، يعني غير المؤمن ما تنفعه ضغطة القبر، لكن ضغطة القبر ونستجير بالله العلي العظيم هي كفارة للمؤمن. ليش كفارة للمؤمن؟ لأنها تنفعه، الكفارة إنما شرعت لتنفع صاحبها وترفع عنه الذنب، كسائر الكفارات المشروعة والموجودة في كتبنا الفقهية، إذا صنع الإنسان هكذا فكفارته هكذا، إذا يفطر يوم مثلاً متعمد من شهر رمضان فكفارته هكذا، هذه الكفارة هي عبادة وهي ترفع الذنب.
ضغطة القبر كفارة للمؤمن، ما حكمتها؟ هذه الضغطة تخرج من صدره ومن خلد نفسه كل الكثافات التي جاءت من اقترافه السيئة في الدنيا اللي اصطحبها معه. لاحظ كيف؟ خلي ألفت نظرك إلى هذه المسألة، لطالما هي مهمة. تلاحظ مولانا، السيئة إلها كثافة، إلها أثر، وهذا الأثر يتخلف ويوجد في صدري وقلب الإنسان. هذا الأثر ما ممكن يرتفع إلا بالتوبة، التوبة النصوح، التوبة اللي بها جهد، التوبة اللي وياها تعب، ترتفع هذه الأثر. ولكن إذا تاب وما بلغ في التوبة إلى حد جهد وتعب يرفع هذه الآثار، معناها سيصطحب هذا المؤمن معه هذه الآثار إلى قبره. هذه الآثار أوساخ، ما يتناسب الإنسان مع هذا الوسخ من المعصية في دخوله إلى روضة من رياض الجنة في برزخه، ولا يتناسب مع وجود هذه الكثافة من الوسخ لكي يؤهله الله تعالى للدخول إلى الجنة الكبرى في يوم القيامة. لابد أن تعالج هذه المسألة. فمن جملة العلاجات لهذه المسألة هي ضغطة القبر، ولذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. شوف، لاحظ، هذا الغل هو من الحجب الظلمانية. الغل هاي آثار المعاصي. الله تعالى يقول: ونزعنا، طلعنا، نزعنا من هذه الصدور ما فيها وبداخلها من هذه الكثافة التي تعيق المؤمن ولا تؤهله لأن يحصل على النعيم الدائم. لا بد أن تعالج هذه المسألة. هذه بالنسبة للمؤمن، أما غير المؤمن ما ينفع هذا العلاج. ليش؟ لأن غير المؤمن في الواقع، ونستجير بالله، مصيره إلى جهنم، مصيره إلى النار، فما تنفعه ضغطة القبر. ضغطة القبر للمؤمن فقط يؤاخذ بها المؤمن لكي ينزع ما في صدره كل كثافات المعاصي اللي اصطحبها معه. لاحظ، لذلك ورد في جملة من الأحاديث: المؤمن يؤاخذ في حياته على ذنبه، إن لم يكن في حياته ففي سكرات موته، إن لم يكن في سكرات موته ففي قبره. أما في الآخرة، في الآخرة جهنم ليست للمؤمن. أنت الآن انظر إلى القرآن الكريم وتفحص واستقرئ الآيات التي تطلعنا على العذاب، تلاحظ كل الآيات بلا استثناء، كل الآيات اللي تتحدث عن أهل جهنم إنما تتحدث عن الذي عقيدته لم تكن هي التي أرادها الله. هذا القلب اللي ما عنده المعتقد السليم، لا، هذا ما يمكن يؤهل إلى الجنة إطلاقاً، هذا مصيره إلى النار، ونستجير بالله. أما اللي عقيدته سليمة، لا، يؤاخذ في قبره. ومن هنا ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام، يلتفت إلى بعض أصحابه يقول لهم: أصحابي، اتقوا الذنوب وحذروها إخوانكم، فما من شيء للعقوبة إليكم أسرع منها هنا في الدنيا، فإنكم لا تؤاخذون بها يوم القيامة. يوم القيامة المؤاخذة مو للمؤمنين. في حديث آخر الإمام الصادق سلام الله عليه يلتفت إلى أصحابه قال: والله إنا لا نخشى عليكم عرصات يوم القيامة. إحنا يوم القيامة ما نخاف عليكم، وإنما نخشى عليكم ما يجري عليكم في عرصات قبوركم، وإلا يوم القيامة نحن ما نخشى عليكم أبداً، لأنكم ما تؤاخذون.
ولكن نخشى عليكم ما يجري في عرصات قبوركم، لأن لا بد من المؤاخذة. هذا إذا جاء بذنوبه لا يؤاخذ، أما إذا عالج هذه المسألة هنا في حياته الدنيا، اللي الحياة الدنيا فرصة عظيمة، حياة الدنيا ليست باطلاً، لكن لا بد أن تغتنم في رفع هذه الأثقال، في رفع هذه الذنوب والآثام والمعاصي. لذلك الله تعالى فتح لنا بابين، فتح لنا باب الاستغفار وفتح لنا باب التوبة. التوبة غير الاستغفار. الاستغفار الله تعالى به يستر على الإنسان قبائحه، أما التوبة بها ترفع القبائح عن كتاب الإنسان وآثار القبائح عن خلده وداخله. لاحظ، الاستغفار به يستر على الإنسان، وهي قضية جدا مهمة، قضية ستر، القضية ستر الإنسان، الله يستر على الإنسان قبائحه. لاحظ، تلاحظ في الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، إلهي لا أجد لذنوبي غافرة ولا لقبائحي ساترة. لاحظ، هذه القبائح إذا كانت مكشوفة يعني يراها الفلك العلوي، يعني تراها الملائكة. الملائكة إذا رأت قبائح منكشفة معناها يكون صاحب القبائح من جملة من يلعنه الله وتلعنه الملائكة ومن يطلع على هذه القبائح. وإلا ستر القبيح مو معناها أنت ما تدري بما يفعله الآخرون، مو هو هذا ستر القبيح، لا، ستر القبائح هي استتارها عن ناظر الملائكة، عن ناظر تلك الأرواح النورانية، لأنها إذا رأت قبيحاً يلعن صاحبها. شنو يعني يلعن؟ يعني لا دعاء يستجاب، لا صلاة تقبل، لا صوم يصعد إلى السماء، ولا طاعة من طاعات يمكن أن يقبلها الله إلا بالرفض، لأن الملائكة تحول دون أن يصعد هذا العمل، لطالما هذا القبيح موجود. لاحظ، يلعن صاحبه. أما إذا استتر هذا العمل، كيف يستتر هذا العمل؟ بالاستغفار، يستر عليه. لذلك ورد في تفسير الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الدعاء المنصوص: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، قال: ما من مؤمن إلا وله مثال عند الله عند العرش، إن أطاع أطاع ذاك، إن عصى هنا عصى مثاله. لاحظ كيف يقول هنا: إذا عصى ستره الله بجناح لكي لا تراه الملائكة، إذا أصر ستره بجناح آخر، إذا فعل ثالثا ستره الله بثالث، إذا فعل رابعا ستره الله بجناح رابع، إذا فعل العشرين، إذا فعل 69 ذنب ستره الله وهو لم يستغفر، إذا وصل إلى 70 انكشف أمره وافتضحت معصيته فيكون من الملعونين. ونستجير بالله، هذا ما استغفر الله عز وجل. وإلا الله مولانا في الحقيقة فتح لنا باب الاستغفار والتوبة اللي ترفع بها هذه الأخباث برحمة ما وفرها الله تعالى لقوم نبي من الأنبياء إطلاقا. النبي صلى الله عليه وآله لما عرج الله به إلى السماء ووصل إلى مقام من المقامات التي لم يصل إليه هذا المقام، لا ملك مقرب ولا عبد مؤمن ولا نبي مرسل، اللي القرآن الكريم يقول: فكان قاب قوسين أو أدنى، قاب يعني قدر، قوسين يعني المسافة ما بين الوتر والقوس في القرب المعنوي، وهاي المكانة ما وصل إليها مخلوق إطلاقاً مذ بدأ الله الخلق،
فكان قاب قوسين أو أدنى. طيب، كان هناك كلام بين الله والنبي، وهذا الحوار اللي جرى ما استمع إليه أحد ولم يره أحد ولم يطلع عليه في أثنائه أحد، يعني جلسة مغلقة جداً. اختلى الله تعالى بحبيبه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. التفت النبي صلى الله عليه وآله في بعض الفقرات، فقرات الرحمة، يا الله ماذا أعددت لأمتي من التوبة. الله أوحى إليه قال: إني كنت إذا رأيت عاصٍ عصاني أنزل عليه لون عذابي، وتوبته أن يقتل نفسه. إلى هذه الدرجة. تلاحظ النبي موسى سلام الله عليه لما شاف قومه سجدوا للعجل ماذا قال لهم؟ قال: اقتلوا أنفسكم، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم، أفضل لكم، اقتلوا أنفسكم ليكون توبة لكم. ماذا صنعتم بأنفسكم؟ كيف تجرأتم على الله؟ الله قال له: وقد رفعت ذلك عن أمتك. كيف يا الله؟ قال: إذا تاب قبل أن يموت بسنة أنا أتوب عليه. قال: أريد المزيد يا الله. قال: إذا تاب قبل أن يموت بشهر 30 يوم أنا أتوب عليه. قال: أريد المزيد يا الله. قال: إذا تاب قبل أن يموت بجمعة، يعني أسبوع، أنا أتوب عليه. قال: أريد المزيد يا الله. قال: إذا تاب قبل أن يموت بيوم، أنا أتوب عليه. قال: أريد المزيد يا الله. النبي يعرف رحمة الله واسعة ما تصل إلى حد. أريد المزيد يا الله. قال: إذا تاب قبل أن يموت بساعة، الساعة يعني الأقل من يوم، إذا تاب قبل أن يموت بساعة أنا أتوب عليه. نظر إلى الله تعالى، قال: أريد المزيد يا الله. الله أكبر. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ وأنطاك رحمة. أريد المزيد يا الله. قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله تعالى ما قال للنبي كلا، ولا يقول له كلا أبدا. أريد المزيد يا الله. قال: إذا تاب قبل أن يغرغر للموت، يعني قبل أن تصل روحه الحلقوم، هاي غرغرة الموت. إذا تاب توب نصوب نصوح، قبل أن يغرغر للموت أنا أتوب عليه. فسجد النبي شكرا لله تعالى. لذلك إذا الإنسان راح إلى الله وما قدم توبة، وهاي الفرصة العظيمة اللي هي موجودة في كل لحظة، في كل لحظة أنا وياك نعيش، هاي الفرصة موجودة. إذا تاب قبل أن يغرغر للموت، الله تعالى يقول: أنا أتوب عليه. الله ما عنده أي مانع يرفع عن كاهل الإنسان كل معاصيه، ولو كانت بقدر الأرض وجبالها وسهولها وحبات رملها وذرات ذرها. الله يرفع الذنوب إذا إجى الإنسان. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن تبقى ماذا؟ المسارعة. لابد أن نسارع. مولانا إحنا شيء من بعد شيء، كل ثانية تمر عليك
احنا نقترب من الموت لكن متى ما ندري، لكن اللي نعرفه نحن نقترب من المصير. كل لحظة تمر عليك انت تدنو وتدنو وتدنو، وانا وياك وكلنا الى ان نغرغر للموت. لا نقول يا رب ارجعون، نقول يا الله لا ترجعنا للدنيا، احسن من ان نقول يا رب ارجعون، لانه جواب كلا. يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه، يقول المؤمن اذا انتزعت روحه بقيت معه الى ان يغسل، فاذا غسل بدنه حتى بعد الروح ما ترجع، لان هذا الكافور يجيبوه يحنطون به المؤمن في مساجد السبعه، بعد الروح تفارق البدن، لان الروح ما تأنس مع الكافور. قبل هالمرحلة هذه يلتفت إلى الروح، يجي ملك يسوق الروح يلتفت إلى هذه الروح، يقول للروح أتود الرجوع لبدنك لتعيش الحياة الدنيا مرة أخرى. هيا روح المؤمن، تلتفت الروح بعد أن يريها الله تعالى مقامها في الجنة وثوابها في الجنة، فيقول المؤمن بروحه، ها تقول روحه للملك: لا 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 حاجة لي لبلاء الدنيا ولا لعقوباتها ولا لمآسيها، أنا أريد أروح إلى الله، أنا أحب لقاء الله، بعد ما رأيت ما أعده الله لي أرجع إلى الدنيا؟ ما يرجع إلا، نعم، إلا الذين ماتوا وهم ينتظرون الإمام الحج عليه السلام. هؤلاء الذين ينتظرون الإمام الحج بقلب فيه إخلاص حقيقي وماتوا ولم يدركوا الإمام الحج عليه السلام في حياتهم، إذا ظهر الإمام سلام الله عليه أرواحنا له الفداء، يأتي الملك يبعثه الله إلى مؤمن، مؤمن يقول له: أيها المؤمن، لقد ظهر صاحبك الذي تنتظره أمس، إن شئت فاخرج وإن شئت فابق في مكانك. تريد تطلع؟ الله أذن لك بالخروج. إذا تريد تبقى في مكانك فأنت في روضة من رياض الجنة فاختر. الكثير من المؤمنين يختارون الرجوع لكي يعيشوا أفضل عصر وأفضل حالة ويعيشوا جنة مع الإمام الحج سلام الله عليه، لأن فترة عصر الإمام الحج عليه السلام ليس فيها معصية لله، والعبادة فيها أجرها يضاعف أضعاف مضاعفة. لذلك المؤمنون اللي يلقى عليهم هذا الاختيار يرجعون إلى الدنيا، ما يرجع إلى الدنيا إلا من محض الإيمان محضا. الله رجع، يأذن له: يوم نحشر من كل أمة فوجا. هذه آية الرجعة، الله يحييهم. لذلك هناك روايات تتحدث حتى عن رجوع المعصومين سلام الله عليه، تتحدث عن رجوع ما بعد الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه الرواية تتحدث عن رجوع مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هذه رواية موجودة بغض النظر عن مناقشة مسألتها، لكن هذه الرواية موجودة تتحدث عن رجوع الإمام الحسين سلام الله عليه، وهو الذي يتولى دفن ولده الإمام الحج عليه السلام. الإمام الحسين في رجوعه هو الذي يتولى مواراة الإمام الحج. الرواية تنبئ إلى أن الإمام الحسين يحكم 300 سنة، والرواية نفسها تشير إلى خروج أصحابه سلام الله عليهم معه ليعيشوا دورهم مع الإمام الحسين سلام الله عليه، ونفس الرواية تشير إلى أن الدنيا ستختتم بخروج النبي صلى الله عليه وآله حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله.
هذا آخر شخص من أهل البيت يظهره الله، وعندما يشاء الله تعالى أن ينفخ في الصور الله تعالى يلتفت إلى هذه الأرواح الشريفة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. تخاطب هذه النفس الأوحدية، فيرتفعون أهل البيت سلام الله عليهم، ثم تأتي نفخة الصعق التي لا يبقى من خلالها مخلوق على وجه الأرض إلا وصعق وفاضت روحه. الرواية تقول: ثم يأمر الله تعالى الجبال بأن تسير فتسير، والسماء أن تمور فتمور، يوم تسير الجبال سيراً وتمور السماء موراً. هذا حديث الله تعالى. وكذلك يجعل الله الأرض قاعاً صفصفاً يغمرها الماء، فيعود عرشه على الماء، فيبقى الله تعالى ما شاء من السنين. هذه كلمة الإمام زين العابدين، فيقول: لمن الملك اليوم؟ أيام الحياة الدنيا واحد يقول لله، واحد يقول مو لله، هناك مؤمن هناك كافر. لا، في ذلك اليوم يجي الجواب من هذا النور، نور النبي وأهل البيت عليهم السلام، يجي جواب: لله الواحد القهار. وبعد ذلك الله تعالى يحيي إسرافيل لينفخ في هذه الأبدان والأرواح لتستعيد طاقتها، فتخرج من أجداثها إلى الباري سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور، فتأتون أفواجا. هناك يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم الكبير اللي لابد أن نتفكر له، لابد أن نعد له قوتاً وزاداً، لكي يسعى نورنا بين أيدينا، ولكي لا تزل أقدامنا بعد ثبوتها. هذه يا إخوان لازم تصير في صدارة الأهميات، نذكر بها أنفسنا، لا ننسى آخرتنا كما لا ننسى طعامنا، لا ننسى شرابنا. لازم قبل كل شيء همنا كيف نصل إلى الله وهو راض عنا، وكيف يلتقينا المعصومون عليهم السلام وهم راضون عنا. هذه في غاية الأهمية، الثبات على ولاية الله والنبي وأهل البيت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الثبات على ولاية الله، ولاية النبي، ولاية أهل البيت، هذا هو القول الثابت اللي نسأل من الله أن يحيينا حياة محمد وآل محمد، وأن يميتنا ممات محمد وآل محمد عليهم السلام، وأن لا تزل أقدامنا مهما رأينا الحوادث، وأن لا تتزلزل قلوبنا مهما رأينا الكوارث. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن دين. ما تزلزل العباس سلام الله عليه، كان قلبه صلباً نافذ البصيرة، نور الله في قلبه، رأى من الحوادث ورأى من المآسي ورأى من الرزايا ما هو الأعظم والأفضع، لكن هل تردد قلب أبي الفضل؟ لا، لأنه صنعته عقيدة. هاي العقيدة فيها الإمام الحسين: إني أحامي أبداً عن ديني، وبعد وعن إمام صادق اليقين، صدق النبي المصطفى الأمين. وهذا في الواقع المنظر، وهذا الموقف كان من أفظع وأعظم المصارع وطأة وألما على قلب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، لما هوى سيدنا العباس سلام الله عليه ونادى: عليك من السلام أبا عبد الله، أخي أدرك أخاك. هاي اللحظة اللي وصلت إلى قلب الإمام الحسين، بالرغم أن المسافة اللي بين الحسين وبين أبي الفضل العباس مسافة بعيدة جداً، ولكن سمعها الإمام الحسين سلام الله عليه
وجاء إلى أبي الفضل، ماذا رأى؟ رأى بدناً ملؤه السهام والرماح، قد رام يلثمه فلم ير موضعاً، لم يدمه حر السلاح فيلثم. الله أكبر. بعد ماذا رأى؟ شاف العباس بأبي هو وأمي، هاي تحرق قلبك، هاي توجع قلبك، اللي هي كذلك توجع قلب الإمام الحسين ألما. سامحني سيدي، سامحونها، لكن هذه هي المأساة. الإمام الحسين سلام الله عليه شاف عين أبي الفضل اليسرى نابتاً فيها سهم منطفئة، وشاف العين الأخرى جمد عليها الدم، لذلك العباس ما كان يرى بكلتي عينيه. الضربة اللي نزلت على رأسه قضت على كل عصب حس فيه. بعض أهل المعرفة يقول العباس ما كان يرى ولا كان يشعر بسمعه، إلا إنه أحس مو بصوت، أحس بطقطقة عند رأسه، شم الرائحة عرف أن هذه الرائحة رائحة أبي عبد الله الحسين. انحنى الإمام الحسين ودموعه تجري، التفت العباس قال: هذا أنت سيدي أبا عبد الله؟ قال: نعم يا نور عيني، أنا أخوك الحسين. قال: سيدي أبا عبد الله. شاف الإمام الحسين أو شعر به يضع يديه تحت ظهر العباس عليه السلام، قال: ماذا تصنع سيدي؟ شوف الغيرة، الغيرة عند أبي الفضل العباس والحياء. ماذا تصنع أخي ونور عيني يا سيدي؟ قال: أحملك إلى أختك زينب تضمد جراحاتك. التفت قال: لا يا أخو يا حسين، خلينا بمجاني. الله أكبر. أخو يا حسين خلينا بمجاني، يقل لي أشياء زهرة زماني. وعدت يقل وعدت سكنة تراني، ما يوم استح منها ومقدار. الإمام الحسين عليه السلام ما راد يكسر خاطر أبو الفضل، لكن سمع كلمة منه. التفت العباس بلسانه الضعيف وصوته، قال: أخي أبا عبد الله، سيدي أنا أريد من عندك شيء. ما هو يا نور العين؟ قال: سيدي ضع خدك على خدي ويدك على صدري. تلاحظ، أرسم لك الصورة، ها الإمام الحسين وضع خده على خد العباس، صارت أذنه عند فم العباس سلام الله عليه، يسمع منه شهيق وزفيره، وخلى إيده على ظهر العباس أو صدره سلام الله عليه. هنالك العباس عند حكمة، لا زال الإمام الحسين واضعاً خده على خد أخيه ويده على صدره. أحسن الله لكم العزاء، فلفظ أنفاسه الأخيرة وفاضت روحه إلى الله. قام الإمام الحسين وهو يقول بأعلى صوته: الآن انكسر ظهري، الآن شمت بي عدوي، الآن تشتت شملي. نظر إلى الأعداء يلوح بسيفه يمينا ويسارا وهو يقول: أين تفرون وقد قتلتم عضدي؟ أين تفرون وقد قتلتم ابن والدي؟ رجع الإمام الحسين إلى المخيم يكثكف دموعه بكمه، وإذا به يجد ابنته سكينة عليها السلام
واقفاً تنظر إلى جهة عمها أبي الفضل العباس، التفتت إليه وقالت: أبا حسين، أين عمنا أبو الفضل؟ فلقد أخذنا العطش مأخذاً شديداً. أوليت لقيت تبكي سكينة وتقل لعمي العباس ويانا، ويلي تقل لعمي العباس وين؟ هذه الكلمة تحرق القلوب، شرب ماي ونسانا وما نسيانا، العطش وقلوبنا تفور من الحار، سجب دمع حسين ويله وتنحى، بيقللها وقلبه بنار يلهب، عمك على شاطئ العلق من تراب قضى وفرت تصيح الله أكبر. خرجت العقيلة مهذولة مهضومة كأنها ما سمعت الخبر، التفتت إلى الإمام منحنين مكسور الظهر: أخي، أين أبو الفضل العباس؟ ما أجابها بلسانه، راح إلى خيمة العباس، أخذ بعمود الخيمة، كسر العمود، وقعت الخيمة إلى الأرض، فصاحت زينب: وعباسا ضيعتنا بعدك. يقلها يقلها: يا زينب يا زينب يا زينب، راح يا زينب يا زينب، راح عباس عباس، يا راح الضغم الشوى، يا 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 للرواس. أرادت زينب بيت الدعاء، أرادت زينب الخروج إلى جهة أبو الفضل العباس، قال لها أخي زينب: إلى أين؟ قل لنا رايح العباس، يا فوق زند يا وقل الحرم مسوت، يا يا وات يا يا ويمشي ويا. يقل جواب العباسة، يقلها: يا زينب يا زينب يا زينب، لا تعتبي علي، يا أنا وين راسي وين، يا يا وين دوايا، والله عليك وعلى الحرم يختش بدي، يا مالكا صدر الشريعة، إنني لقليل عمري في بكاك متمم. صلوا على محمد وآله الطاهرين.